يا أهل غزة، لا عذر لنا فنعتذر، وما لنا عن سهام العار مستتر. تنتفض أعيننا شاخصة محدقة في نفوس أزهقت، وما لنا من أعين أم بالدموع برهقت. تبكي على شهيدها. أيا أماه، أتبكين على شهيد الزمان أم على نجاح علم حققه الشهيد؟ مصري، أنا عربي، إذن أنا ضد الكيان الصهيوني. ما بنملك يمكن بهاللحظات غير إنه نصلي، وبالفعل بالصلاة ربنا قادر على نصرتكم. نتمنى نكون معكم ماديا ومعنويا خطوة بخطوة لأهلنا وحبيبنا بقطاع غزة. لكل أهل غزة بنوقف وقفة إجلال وإكرام وتقدير لكل الأبطال اللي كل يوم عم نشوفهم بيحاربوا، وأكيد إن شاء الله النصر رح يكون حليفهم بإذن الله. إحنا دعمنا لكم وقلوبنا معكم. قلوبنا مع غزة، بس أنا الرسالة اللي بدي أوجهها مش لأهل غزة، سمعوا كتير بجوز من هذا الحكي، الرسالة بدي أوجهها للغرب اللي مش فاهمين السلافة أبدا. What's happening in Gaza specifically, generally in Palestine, is not right. But Israelis are killing and murdering innocent Palestinians. Simply genocide. They're killing left and right. Innocent children, innocent kids, families are being murdered for the sake of loving their country. Palestinians are not terrorists. Israelis are. Nobody would accept such a thing. You need to seek the truth. Whatever you're seeing, whatever you're hearing is false about innocent Israelis being murdered. Palestinians are defending their land. Again, hundreds and thousands of people are being murdered in Gaza and in Palestine for no reason. Nobody's doing anything. I can't do anything. Maybe you can. Free Palestine. أنا أم، وكل يوم عم بشعر مع كل أم في قطاع غزة عم تبكي وتتألم على أطفالها اللي عم بسقطوا شهداء. الله يصبركم، الله يثبت أقدامكم. قلوبنا بتعتصر صراحة، وعقولنا معكم. صبر، وإن شاء الله الكيان الصهيوني كله إلى زوال. أطفال عم بيموتوا كل يوم، والقصف مستمر برمضان، بالعيد، وما بنعرف لإمتى. مين إلهم هدول الأطفال؟ شو ذنبهم؟ ذنبهم الوحيد إنهم من غزة. الأطفال عم بيموتوا في كل ساعة، في كل دقيقة، في كل ثانية. أنقذوهم، أنقذوا أطفال غزة، أنقذوا غزة، أنقذوا أطفال غزة. أحياناً أثناء الصلاة أشعر بالخجل من الله، لأنه لا نملك إلا الدعاء لغزة فقط. هل غزة فقط تريد الدعاء أم بحاجة لأمور أخرى أيضا إلى جانب الدعاء؟ من أي جيل سنهرب في المستقبل؟ كيف سيحاسبنا هذا الجيل؟ غزة تقاوم، غزة راح تنول النصر بسواعد رجالها من أطفال شيوخ ونساء ورجال. غزة النصر. الواحد فينا لما بيكون حدا من قرايبه او حدا من اهله او حدا من احبائه داخل مستشفى او تعبان شوي، بتحس انه الدنيا كلها مسكره في وجهه، بتحس انه صارت حياته كلها نكد. بس لما بتطلع على اهل غزه وبشوف مثلا ام ماتوا كل اولادها، او شاب مات اهله، او رجل بودع اولاده وبزفهم شهداء، بتعلم منهم كثير معاني. الرسالة الأقوى مش الرسالة اللي إحنا بدنا نقولها لأهلنا بغزة، الرسالة الأقوى عم تطلع من أطفال وشهداء غزة كل يوم للعالم. بس رسالتي لكل الإعلاميين والصحفيين والفنانين واللي صوتهم مسموع للعالم واللي نشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، ما تنسوا الهاشتاج pray for غزة، ما تنسوا هاشتاج free Palestine، ما تنسوا هاشتاج غزة تقاوم.